عطر كاوتشر أو كوتير الفضي من نخبة العود. هذا العطر صدر عام 2017 ومن تصميم المصمم الفلسطيني الشهير شادي سمرة. المقدمة لهذا العطر الورد، البرجموت، الزعفران بالإضافة لزهرة الباتشولي وخشب الصندل، أما القاعدة العطرية العنبر والمسك الأصيل. طبعا هذا العطر زي ما شفنا مقدمة وهو قاعدة، ما في وسط عطري. العطر يعني سريعا بينقلك ما بين المقدمة إلى القاعدة، وفي بتحس زي كأنه تجانس أو بسرعة صارت دخلت المقدمة في جوا القاعدة العطرية. هذا العطر حصل على جائزة الأوسكار لأحد أفضل العطور، بتوقع في عام 2018 أو 2019، مش متأكد بأي سنة حصل على هذه الجائزة. عطر كيف بشمه؟ خشبي، مسكي، سويتي، باودري إلى حد ما، مش كثير باودري. اللمسة السويتية كثير جميلة في هذا العطر، شبابي جدا، جذاب جدا، مكتبي جدا، وهو صيفي ربيعي خريفي، بشوفه أكثر شيء صيفي ربيعي، ولكن الأداء تاعه متوسط، نحكي عن من 5 لـ 6 ساعات 4 ساعات حسب الكيمياء تاع جسمك، بينما الفواحان تاعته ساعة ونص. الورد المقدم بهذا العطر يظهر ولكنه مش هذا الورد الأنثوي، هذا الورد اللي يقدم في العطور النسائية، لا، هذا الورد يمتزج مع بقية النوتات بطريقة جميلة، ما بيطغى على بقية نوتات العطر، زي ما حكينا في امتزاج بين الافتتاحية والقاعدة في هذا العطر. بنصح جدا بتجربة هذا العطر، خاصة انه سعره منخفض، خاصة في المملكة العربية السعودية. طبعا شركة نخبة العود بنعرف عنها انها شركة شقيقة او شركة تابعة لشركة العربية للعود. العربية للعود هي الشركة الأم، هي الشركة الأكبر، لها فروع في كل أنحاء العالم تقريبا، من أضخم شركات العطور في العالم. وشركة نخبة العود هي الشركة الأصغر، بتوقع فروعها بس في المملكة العربية السعودية. وبنعرف أسعار شركة نخبة العود أقل من أسعار شركة العربية للعود. ممكن جودة، وأكيد مش ممكن، جودة العربية للعود أفضل من جودة عطور نخبة العود، ولكن هذا العطر حسب رأيي وبناء على سعره، سعره حوالي 40-50 دولار حسب منطقتك، حسب التخفيضات اللي بتعملها نخبة العود على عطورها، سعره مناسب جدا بناء على النوتة، بناء على الأداء، سعر جيد جدا. بنصح بتجربة هذا العطر للأشخاص اللي بيحبوا العطور اللي فيها المسك، العطور المسكية، العطور الفريشينج في فصل الصيف. بنصح جدا بتجربة هذا العطر، وجرب دائما العطور قبل الشراء.